يقول: منذ 5 سنوات قدمت لأداء فريضة الحج وذهبت بالطائرة ولم يكن معي إحرام، وعند وصولي إلى مطار جدة أحرمت منه، وذلك كان لعدم وجود إحرام معي، فما الحكم في ذلك؟ عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت، أنك فرطت في أمر واجب عليك، فإن الواجب على من أراد أن يفعل عبادة أن يكون متأهبا لفعل ما يجب فيها علما واستعدادا، وكان عليك أن تعلم أنه لا بد أن تحرم من الميقات إذا حليته في الطائرة، وأنه لا بد أن يكون معك إحرام وأنت في الطائرة، فأنت الآن مفرط، فعليك أن تتوب إلى الله، وعليك أيضا أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء عوضا عما ترك من الواجب من الإحرام من الميقات. ثم إن حقيقة أنه يمكن للإنسان أن يحرم وهو في الطائرة بدون إحرام، بحيث يخلع قميصه ويبقى على سراويله، لأن السراويل يجوز لبسها في الإحرام إذا لم يكن معه إزار، ويجعل محل الرداء قميصه الذي عليه، قميصه الذي عليه، بمعنى أنه إذا خلعه لفه على صدره، وكان هذا بمنزلة الرداء، وهذا أمر سهل يسير، سهل جدا ليس بصعب، لكن أكثر الناس يجهلون هذا ويظنون أن الإحرام لابد أن يكون بالإزار والرداء المعروفين. بارك الله فيكم.